سلام البنات، من ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه اللي هي سهله ديال الكراميل، اللي تقدروا ديروا بها بزاف ديال الحاجات، سيرتو دابا الناس جالسين ما يعني غير الدار كيبغيو يديروا حليوات ولا دير كيك ولا شي حاجه وكيبغيو يزينوه بالكراميل، ومن الاحسن زعما تصوبوه في الدار. الطريقه ديالو سهله وكيطيح رخيص، ماشي شي حاجه. المهم هنايا غنوريكم المقادير اللي غادي تحتاجوا للكراميل. غادي ناخذ واحد الكاس ديال السكر، القياس مهم نتوما ديروا الكاس ديال العنبه ولا شي كاس الا بحال هكا. بالنسبه لهذا وهذا راه نفس القياس، هنا كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب غبره نيدو ولا شي ماركه وحده اخرى ماشي مشكل. انا ما درتش نيدو، درت الحليب ديال اللي كيشربوا الدراري الصغار، ما عنديش نيدو، مي حتى هو راه بحالو. وكاس ديال سنيده واحد اخر، وهنايا غناخذوا معلقه ديال الزبده. المهم غادي نبدا معكم هنايا الطريقه كيفاش ديروا لها، وان شاء الله نتمنى يعجبكم، واللي عجبو الفيديو يخلي لي لي كومونتير، ولا الا جربتوها تقدروا تصيفطوا لي الوصفه باش نشوف كي جاتكم. يلا نبداو ان شاء الله. المهم هنايا غادي نجيبو مقله ولا شي طنجره صغيره، وغادي نديرو فيها، غادي نشعلو العافيه وغادي نديرو فيها هاد الكاس هذا ديال السكر. غنخليو هاد الكاس السكر بين ما بدا يتعسل لينا، وملي غادي يتعسل لينا غادي نزيدو عليه معلقه ديال الزبده. هنا كي كتشوفوا السكر كيبدا يذوب بحال هكا، غادي نبقاو نخلطوا فيه حتى يذوب كامل ويولي اللون ديالو حمار شي شويه. بالما السكر كيكون كيذوب لينا غادي نخليوه بحال هكا كيذوب. غادي نجيبو الكاس ديال مولينكس، غنديروا فيها هذا الكاس ديال الماء، هذا نديرو فيها الكاس ديال نيدو، والكاس ديال السكر الثاني. غنخلطو هادشي مزيان حتى يتخلط لنا مع بعضياتو، وغادي نوريكم اش غنديرو بيه من بعد. عندي انا نخلطو ونجي معاكم. الخليط هو وجد اللي خلطنا، نتسنى هاد السكر كله يذوب حتى كيولي بحال هكا اللون ديالو كراميل. وغادي نزيدو له معلقه ديال الزبده، كتشوفوا هنايا راه الزبده دابت ديجا. دابا غادي نجيبو هاد الخليط هذا وغادي نبداو نخويو شويه بشويه وحنا كنخلطو. واخا يتكور لينا ما تخافوش منه، لان في التالي الا لقيتوه مكور غادي نقدروا نديروه بالميكسور وغادي
شوفي بداية تخوت بحال هكا كيتعقد، ماشي مشكل، حنايا راه غادي نوليو نطحنوه مزيان باش يتسلق لنا كامل. تبقاو بهاد الطريقة هادي حتى يعقد لكم شوية وصافي. غادي ندفعو عليه البوطة، هنا الكراميل طحنتو، كيجي ملي كيكون سخون راه كيكون خفيف، ولكن ملي كتبردو يعني تحطوه يبرد صافي كيولي تقيل بحال الكراميل. أنا غادي نديرو هنايا في هاد العلبة ديال الزاج، نخليه حتى يبرد ونوريكم كيفاش نخرج ليه في التالي. المهم هو هدا. هو بدا كيبرد شتي كي كيعقد، هانتوما هو بدا كيبرد دابا ماشي كيعقد. صافي دخلوه للثلاجة وتخليوه، ملي تحتاجوه لشي حاجة غادي تجبدوه وتلقاوه عاقد باش تديروه في الحليوات ولا شي حاجة. المهم بلاتي غادي ندير لكم نوري لكم كيف ولا ندخلو دابا للثلاجة يبرد. بنات الكراميل دخلتها للثلاجه وخرجتها، شوف كي كتجي زوينه وراه كتزيد تقال. الا بغيتو تزيد تقال راه كتزيد تقال. انا تعجبني هكا باش كنديرها فوق لي كيك، المذاق غزال وحتى الشكل ديالها مزيون واللويين. انا ما خليتهاش بزاف في الثلاجه، يلاه مازال عاد سخونه. المهم غير باش نوريكم راه كتقال وكتجي غزاله بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تكون عجبتكم ديال هاد الكراميل، وان شاء الله الا عجبوكم هاد الوصفات ديما نبقى نشارك معكم الوصفات. ومرحبا بكم كاملين البنات والبنات الجداد اللي عاد دخلوا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو القناه وديروا لي جيم للفيديو اللي كيعجبكم وتخليوا لي لي كومونتير. الفيديو ديالنا اليوم تلا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلامه.